قصاد احمد يعني، يعني بنناقش فيها وبنتكلم. مساء الخير يا ملك. مساء الفل يا عم يونس. يعني بنتكلم في المشاكل اللي تهمنا وتهم الجمهور، والجمهور نفسه يسمعها يعني. يعني مش اسرار قوي يعني، الحاجات اللي بيقروها في الجرايد ممكن يكون خبر مثلا كاذب، ممكن احنا نقول الصح، ممكن يكون صح، صح نقول الكذب، نقول الصح. لا بنتكلم في الادب والفن والرياضه وال بنتكلم في السياسه ولا بلاش؟ لا لا مش تخصصنا بقى، بلاش السياسه بلاش. طب في الرياضه انت كنت بتلعب ايه وانت كنت صغير؟ باك ليفت، كنت زلطه باك ليفت. كان كوره انت باك ليفت والله؟ يعني انت لعبت كوره؟ وحياتنا بقى لعبت كوره شرط. انا في المنصوره في الشيخ عايش، والنادي كان عايز ياخدني، فقلت لا الثانويه العامه او الكوره. خدت ايه بقى؟ خدت الكوره، خدت الثانويه العامه عشان اجي مصر. لو كنت لعبت كوره كنت زماني بقيت في المنصوره يعني. مفيش. استاذ يونس نقدم نجوم سهره النهارده. اتفضل اتفضل. علي، علي حميده لولاكي. ايوه على فكره علي حميده، انا مره كنت في الجيش رايح. كنت مره في الجيش ازاي؟ هنا في معسكر، يعني معسكرات. وبعدين لقيت ليك اخ اسمه ابراهيم. ابراهيم حميده؟ ابراهيم حميده. ده عميد، عميد في الجيش. مسمينه العميد لولاكي بس. والله العظيم عالي، والله العظيم بالظبط. عمل لي واسطه يعني. الحمد لله واسطه لك. علي حميده بقى يقدم الفنانين النهارده. طبعا معانا ملك الشاشه الاستاذ فريد شوقي، ومعانا النجم الكبير والمعروف بانه نجم المهرجانات والجوائز الكبيره الاستاذ نور الشريف. يا اهلا بيك. اللي هو دايما مشرفنا بره. استاذي استاذ كل طبعا. لا درست له والله. والله انا في المعهد. ايوه خلاص عملنا مشهد طلعت فيه الاول الحقيقه. جميل. ومعانا طبعا الاستاذ الموسيقار هاني مهني، الاستاذ الكبير معروف طبعا، والاستاذ عماد عبد الحليم المطرب حبيبنا. وعلى فكره عماد عبد الحليم كان تلميذي من الايام. طبعا لا انا مش كبير للدرجه دي، بس هو كان لا كبير للدرجه دي. ايوه. والاستاذ اركان فؤاد المطرب الحبيب بتاعنا ده، ومطرب جبل تقريبا بيسموه مطرب جبل مش كده برضه؟ بلاش تقريبا دي. هو صوت الجبل. صوت الجبل حقيقي. صوت الجبل انا بموت في صوته حقيقي والله. ومعانا صوت جديد وتلميذي برضه ومعيد في معهد الموسيقى العربيه طارق فؤاد. مش اخو اركان فؤاد على فكره. لا اخو نجوى فؤاد. لا هو اخو الواد جاهز. انت جاهز النهارده. مين هيبدا بقى؟ مش عارف مين فينا هيبدا بالاسئله. لمين؟ طبعا لازم الملك هو اللي يبدا. طبعا. لا انا يعني انا بس يعني سعيد بالقعده مع بعض والصحبه، لان فيها موسيقى وطرب وتمثيل. استاذ نور العظيم العفو الله يخليك، دايما شايفه بياخد خطوات عظيمه حقيقه. الله يخليك. و يعني انا عاوز اقول لنور او للفنانين، كل ما بتدي الفن كل ما بتاخد منه اكتر، كل ما تخلص له كله حقيقي ما بتاخد اكتر. في ناس بتعتمد انه بقى نجم وخلاص ويقف في الحته دي. لا بالعكس، كل يوم الواحد، انا لغايه النهارده لسه بخاف، لسه خايف كاني مبتدئ. وكل ما بنطلع النجوميه او الجماهير العريضه اللي بتحبنا بنخاف اكتر. يا ترى ايه اللي هنقوله؟ يا ترى ايه اللي هنقدمه؟ يا ترى هنبقى عند حسن ظنهم؟ يا ترى هيخيب امالنا؟ يعني احنا في قلق باستمرار. يعني الطالب الجامعي مثلا او الثانويه العامه زي ما بيقول يونس، بيفضل يذاكر طول السنه وبيروح يشوف لوحه الاعلانات هي لحظه يلا. يشوف امتى هينجح او زيد. لكن احنا عندنا كل يوم لوحه الاعلانات، حفله الساعه 10 الصبح يلا. كل يوم نروح نشوف لوحه الاعلانات الساعه 10 الصبح، هل الواحد هينجح ولا مش هينجح؟ يبقى احنا عايشين في ربكه على طول. وده الفنان الاصيل، هو حس ان نور فعلا ماشي في خطوات. وحتى لما يجي بينتج تلاقي بينتج فن ما بيبصش الشباك. وزي انا عمري ما بصيت لحاجه اسمها شباك، بعمل فن. وبعدين يقول لك ايه، اما يسقط فيلم مثلا مش لنور لاي استاذ، يقول لك اصل الجمهور ما فهموش. ازاي الجمهور ما فهموش؟ او فوق مستوى الجماهير، الجماهير بتاعنا واعيه وناصحه. والفن السليم بيجيب ايراد اكتر من اي فن. لان بتنجح مظبوط مظبوط يا نور. الفن السليم بيجيب فعلا اكتر من اي، بيبقى تجاري اكتر وبيعيش اكتر وبيمد في حياه الفنان اكتر.
ربنا يديك الصحة. عايزينك والنبي ملك تحكي لنا ازاي جت كلمة ملك دي، ازاي يعني مين قال عليك ملك وجت ازاي وايه تطورها؟ والناس سمعت كلام كتير ملك الترسو، هل صحيح جت من ملك الترسو؟ هو كان زمان كان زنمات زمان السينمات عددها طبعا كبير، وكل حي في سينما، في سينما درجة تانية والتالتة وترسو. فانا كنت في الجو يعني كان الشعب او القاعدة الشعبية بتاعتي اللي بنيت نفسي عليها كانت نبعة من الترسو ده. الترسو كان قدام يا أستاذ فريد. انا فاكر انا لما كنت في المدرسة كنت دايما اقعد على الاستيج عشان اشوف الفيلم كويس. تقول لك انه قريب يعني. فمن هنا جت ملك الترسو يعني. من القاعدة من الشعب السينما الدرجة التانية التالتة اللي اتحرمنا منها الوقت. يعني كنت تلاقي في سينما زينب كذا سينما، في الحلمية كذا سينما، في شبرا، في العباسية. للأسف اتقلبت جراشات، وده من أخطأ. مين في رأيك ملك ملكة الشاشة بقى؟ أنا بحب لازم ملك الشاشة وملكة الشاشة. طبعا السيدة فاتن حمامة ما نقدرش ننكر لن يجيد الزمن بمثلها. طب ولي عهد الشاشة؟ نور الشريف طبعا. الله نور بيحب فن، وانا يعني بقول اي كل فنان بيخلص لفنه الفن سيعطيه اكتر واكتر عطاءه كبير. هي عطاء ما شاء الله يعني. انا عايز اقول حاجه بس ارجو انها ما تفهمش. انا عاوز قهوه كده لو سمحت. عاوز قهوه. مظبوط مظبوط. انا امبارح طالب قهوه عريحه من امبارح. من امبارح استاذ نور عايز والله والله وحياة ولادي انا مش رد على استاذي فريد شوقي يعني في الكلام. فريد شوقي مثل اعلى لينا كلنا وانا اسف ان بقول فريد شوقي بدون استاذ الاول او الملك العالمي لانه يعني بقى هو اسم فريد شوقي بقى رمز بالظبط. فالاستاذ فريد هو مثلنا الاعلى كلنا، لان بالاضافه للكلام اللي قاله الاستاذ فريد ان في ممثلين لعمر محدد يعني ينجح لعمر محدد العمل، وما يبتدي يتقدم بيه السن يبتدي ينهار داخليا فما يقدرش يستمر. الفنان الحقيقي هو فنان لكل العصور ولكل الأزمان ولكل الأعمار. والفنان إذا فشل له عمل أو اثنين ده مش معناه نهاية العالم نهائي. يعني الأستاذ فريد في قمة نجاحه المنتجين يروحوا محاصرينه عشان يكسبوا من وراه، بيقدموا له نفس الدور لمدة سنتين ثلاثة أربعة لحد ما يستهلكوه في هذا الدور. لولا ان هو فنان حقيقي جواه وبفلوسه بينتج الصورة الجديدة اللي بيقدم نفسه بيها ما كانش يستمر فريد شوقي الوقت ده كله. ففعلا فريد شوقي هو مثل الأعلى، واعتقد مثل كل جيلي والأجيال اللي جاية في حبه للفن والالتزام والاصرار على انه يبقى افلامه مرتبطه بالمجتمع بتاعه. واستمراريه نجوميه كمان طبعا مؤكد اكيد هي لان في افلام كتير للاستاذ فريد غيرت قوانين يعني. في وانا جديد، كلمه شرف، وجعلونا مجرما، وجعلونا مجرما دي افلام فكرته هو القوانين. هو اللي كاتبها غيرت قوانين، غيرت قوانين فعلا يعني. بعد كلمه شرف صرحوا بزياره المساجين ان ياخدوا اجازه، قصدي بعد كلمه شرف. كلمه شرف كان السيد الله يرحمه ممدوح سالم وزير الداخليه، كنت انا نور في الفيلم ده، كان نور زغنون. بس بصيت له كده قلت له هتبقى حاجه مهمه. فاكر يا نور؟ فبقول الفنان برضه نفس المجال في مجال الموسيقى او في مجال الاغنيه ومجال السينما او التمثيل نفس الشيء. في فنان بتبقى علامته بعمل معين ينجح فيه، ومدى يذوب او يزول هذا العمل بيفشل او يذوب مع الفنان. وفي فنان بيبقى شهرته بانه فنان، اتهموا مثلا الاخ علي حميده مره قال لك ان ده نجم اغنيه يعني بيسموه انه علي لولاك مثلا ظاهره مثلا عادي او كده يعني نجاحه بقول. انا بقول لا ان شاء الله اكيد انه برضه جواه حاجه يعني في حاجه طبعا. ما فيش شك ان مش الاغنيه بس دي الوحيده، لان طبعا لو ما عملتش حاجه تانية او ما وصلش للناس عن طريق اي حاجه تانية يبقى اذا فعلا زي ما اتهم يبقى هو صدق على كلام الناس او بعض الناس يعني. برضه نفس الشيء في التمثيل، انا بقول ان التمثيل برضه انه ممكن جدا نجم ينجح لفيلم واحد وبعد كده ما تلاقوهوش. ما في مخرج الفيلم الواحد.